أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده يا حبيبي. المساواة والتربية جميعا، سواء إخواتي وأبنائي المحافظة الغربية أو ضيوفنا الكرام اللي شرفونا خلال الأسبوع الماضي كله من جميع أنحاء الجمهورية، وكان شرف لنا إن احنا نكون في استقبالهم، وشرف لنا إن احنا نقدمهم كل ما لهم الملك من إمكانيات عشان تبقى إقامة طيبة. ومعلش أعذرونا لو حصلت أي حاجة في الاختبارية، لكن أعتقد إن احنا السنة في العدد اليوم احترام يعني عدد كبير، وده من فضل ربنا على المحافظة الغربية إن هي بتتمتع بالأمن والأمان، يعني طالما فيها العارف بالله سيدي أحمد الفلوي، فأعتقد إن المحافظة الغربية ربنا حافظها بدليل إن احنا يعني عايشين في هذه الأوقات الطيبة، رغم إن عدد المحافظة Thank you.